ارجع واقول لك ان والله الفكره، الناس بصي الناس لما كانوا بيقولوا ان البارت الاولاني اصعب من البارت الثاني، لا انا شايفه ان البارتين زي بعض، ولكن الفكره ان البارت الاولاني ده اول حاجه انت بتشوفيها، بتكوني لسه بتتعودي على فكره الاسئله، وهو كمان بيتعمد ان هو يجيب الاسئله اللي هي في مش تكنيكال، يعني مش حاجه انت بتشتغليها بايدك، جاب حاجات كده اللي هو اداره مثلا، شغل الاداره جابها في الاول، فعشان يحسسك مثلا ان انت مش فاهمه مثلا او ايه ده، فاهماني؟ هو بنلعب على توزيعة الأسئلة صح، يعني ما شاء الله، يعني بصراحة متعوب عليه الامتحان ده. أنا هقعد دلوقتي أبعتلك الفويسات زي ما قلتلك، يا بتكوني بتسمعيها قبل ما تبعتيهم. بصي هبعتلك في الأول الحاجات الغريبة، كانت غريبة عليا في الامتحان. بصي جابلي غرفتين اللي هي بتاعت، انا كنت بسمعهم في الفويسات بس ما كنتش يعني بفهم منهم حاجه، بس لما شفت الامتحان بقى فهمت ان انا مش بفهم منهم حاجه. المهم الغرفه بتاعت الخطر اللي هي انهي بيشنت اكتر عرضه للخطر، كان جايب لي فيها اربعه، يعني اربعه امراض، المالتيبل سكليروزس والسي او بي دي والديابيتس والديمنشيا. تمام، الديابيتس والديمنشيا من وجهه نظري فيها انا ما كنتش شايفه ان هما فيهم ناحيتهم خطر اصلا، انا مش فاكره ايه اللي كان مكتوب قدامهم، بس انا ما حسيتش ان في يعني الكلام ما فيش منه اي خطر. الفكره بقى كان في حاجتين، لما تبلس كالروزس كان هو بيقول لي الكحول، فيما معنى الكلام انه في ازازه غسول فموي فيها كحول محطوط او يعني محطوطه جنب الحوض اللي موجود في الاوضه بتاعه المريض على جنب، ده اللي فهمته من المالتيبل سكليروسيس. تمام، التانية بقى اللي هي السي او بي دي كان بيقول ان الازازه بتاعه تصفيف الشعر بتاعه البيشنت موجوده جنب السورس بتاع الاكسجين اللي موجود في الاوضه في الكورنر، فانا حسيت ان هو ده الخطر فرحت مختاراه. الغرفة التانية بقى قال لي، طب التايتل بتاع الغرفة مش غريب، الحاجات اللي تحتها بقى هي والله حسيتها مش غريبة برضه. المهم observation، ايه اكتر، مش اوبزرفيشن، ايه اكتر بيشنت محتاج اسسمنت immediately من الممرضه. هو قال لي immediately assessment، دول كان ايه يعني اللي ركزت عليهم في الغرفه. كان جايب لي مريض هايبرتنشن، وجايب لي مريض هايبرتنشن رئه ناشف، وجايب لي مريض دايابيتس، ايه مش عارفه مش فاكره، بس كان عايز يعمل حاجه عاديه يعني. طبعا الاثنين برضو اللي كان فيهم اختلاف كان المالتيبل سكليروزس والسي او بي دي برضو. كان بيقول ان المالتيبل سكليروزس انكونتيننس في اليورين، تمام، وقال لي ان السي او بي دي الريجولار شيست موفمنت، طبعا رحت مختار السي او بي دي برضو. حسيت انه يعني المالتيبل سكليروزس لما يبقى يعني هو مش محتاج اسسمنت بس مش اميديت، يعني مش اميديتلي، حسيت ان السي او بي دي بقى قلت يلا السي او بي دي. في سؤال بقى كان فيه تركاية حلوة، بيقول لك اللي هو المريض اللي دخلت عليه الحمام، لا كان بيقول لي دخلت، انا دخلت الحمام لقيته سيتنج على الفلور والمية شغالة والبيشنت دقنه على صدره كده اللي هو لتحت، تمام، مش عارفه انا بعمل ليه كده لتحت اكنك شايفاني. المهم دقنه على صدره كده واللي هو تورد الشيست يعني، وانت دخلت لقيته في الوضعية دي، ايه الفيرست اكشن؟ هو قال لي first and appropriate action to do. كان في اختيارين من المريخ، وكان في اختيار بيقول لي الاي ام اس، والاختيار التاني بيقول ان انا منتين الاير واي، رحت انا عامله منتين الاير واي عشان ايه اعمل لي كده لو في فرصه ان الحقه يبقى منتين الاير واي، وبعد كده ابقى اكل هير بقى ولا اعمل اي حاجه. الاي ام اس بقى الحقيقيه اللي هي بتاعتنا جت في البارت التاني واضحه وصريحه، ما كانش فيها اي مشاكل، واللي هو الثلاث مرات اللي هي التد والوضع الدانجلنج جالي، بس هم في الاختيار مش كاتبين كلمه دانجلنج، هم شارحين الوضع، جالي الهايبر فنتيليشن، جالي بقى الحاجات اللي هي البيزك اللي هي العاديه اللي بتيجي لكل الناس اللي هي النحله، الهايبوفليميك شوك، مسائل تجميع البول، جالي اللي هي ال 2 لتر، وجالي اللي هي من 8 ل 10. جالي بقى سؤالين اللي هم بتوع ما تقلقش يا حاج الحاجات دي بتحصل على طول، واحد جالي واضح وصريح ما تقلقش يا حاج الحاجات دي بتحصل، التاني بقى جه بيقول لي ايه الاول اللي هو الواضح ده كان بتاع الاشعه، اللي هو انا حسيت ان في حاجه بس في نفس الوقت اخترت الاختيار اللي احنا بنختاره. جه بيقول لي ان البيشنت انجري، ان المعامل بتاعته هولد اتهلدت، ايه اللي انت هتعمل له ايه. كان في اختيارين من المريخ واختيارين تاني، واحد بيقول ان انا اقول له يا حاج الحاجات دي بتحصل، والتاني بقى ان انا اقول له لا تعالى كده ده انت شكلك كلمه كده مكعبره
انا ما فهمتهاش تمام، كلمه غريبه الشكل، تعالى ما اشرح لك. هو انا يعني ما حسيتش ان في اي حاجه في السؤال تدل ان انا ممكن اختار الاختيار بتاع تعالى ما اشرح لك ده، انا مش مضطره اشرح له الصراحه. او مش حاسه ان هو مثلا ما قاليش، لو كان مثلا قال لي ان البيشنت ده ترابل ميكر كان ممكن اقول له تعالى ما اشرح لك افهمه احاول اتكلم معاه، لكن ما حسيتش، فانا اخترت برضو الاختيار اللي احنا بنختاره. جالي بقى ان البيشنت ليه 3 عينات ستول هتتسحب، هيعملها يعني ال3 عينات ستول دول هو هيعملهم في البيت ويجيبهم لنا المعمل. المفروض ان انا اقول له يحفظ العينات دي في بيئة عاملة ازاي. كان جايب لي في الاختيارات كولد ودارك وقليل الرطوبة اللي هي لو هيميورينتي، والرابعة دي مش فاهمة ايه، حاجة كده من المريخ برضو. رحت انا مختارة الكولد الصراحة لان انا هشيلهم في الريفريجيتور، فالريفريجيتور ايه كولد. وبرضو جالي السؤال بتاع تجميعة اليورين اللي هي 24 ساعة ريفريجيتور. جالي السؤال بتاع المعمل مقفول ساعتين والعينة اللي عندك دي بقى تعمل فيها. بص كان في اختيار من المريخ والتلات اختيارات التانيين، كان بيقول ان انا اقول للفيزيشن يكلم المعمل. حسيت ان السؤال ده مش تمام يعني، سوري، حسيت ان الاجابة دي مش تمام، ان هو الراجل اصلا قال لي ان هو ساعتين والجهاز هيتصلح، ما هوش قافل، فهيعمل الدكتور هيعمل ايه للجهاز. الاجابه اللي هي بقى بتاعت ان انا احطها في الريفريجيتور، وفي اجابه تانية بتقول ان انا ارمي العينه دي واسحب واحده جديده، فانا حطيتها في الريفريجيتور. الصور بقى اللي جات لي، هقول الصورة معتادة وهقول صورة كده انا مش شفتهاش قبل كده، بس هي سهلة ان هي تتحل يعني. ريكفري بوزيشن جالي، الفيرست بيرن ديجري جالي 5 في 5، حليتها لاترال لان حسيت انه مش هقول على في النص. المهم يعني هنتغاضى عن الموضوع ده عشان احنا اتكلمنا فيه كتير. جالي صباع رجلنا الكبير متني لقدام فتبقى توي فليكشن. جالي صوابع الايد اللي هي المتفرقة مفتوحة ومتفرقة عن بعضها كده، فالاجابات انسب حاجة كانت اكستنشن لانه كان يبقى ادكشن، وكان اد دكشن، وكان جايب فليكشن واكستنشن وكونتراكشن، فهي الاكستنشن دي كانت انسب حاجة. جايب بقى صورة ماشي، البيشنت هو جايب النص التحتاني، الرجل اليمين متنية لفوق فليكشن والرجل الشمال واقف عليها عادي، فهو وكاتب لي على الرجل يمين يمين والشمال شمال رايت وليفت. وكاتب لي بقى في سؤال بيقول لي انت قدامك وضعين للرايت والليفت، قولهم ايه هم. فطبعا الاجابات فيها ايه، الاجابه الصح هي رايت فليكشن وليفت اكستنشن. الاجابات طبعا كان فيها رايت اكستنشن وليفت فليكشن، كان جايب الرايت ابدكشن وليفت ابدكشن ومبدل، بس هي الصح ان كانت الرايت فليكشن والليفت اكستنشن. جاب السؤال بتاع ان الانفولنتري يورين ويندفيكيشن ده ايه، اللي هو الانكونتيننس. جاب السؤال بتاع اللي هو النكتار اللي هو الاختيار بتاعه هيبقى فيه اليوجرت، بس يعني هو مش واضح كده، هو كاتب كلمتين يخلوك تشك في السؤال، بس ده هو اليوجرت عشان هو فوق بيقول لك نكتار فول ثيكنس مش عارف ايه، هي هتبقى اليوجرت ان شاء الله يعني. وجاب الهارت بين، مش عارفه انا قلت ولا لا، جاب الهارت بين وجاب السيمتومز بتاعته. جه سالني قال لي بنقل العيان من الكرسي للسرير، الكرسي هيبقى فين. جالي المرسى والايكولاي. جالي ايه اكتر بي بي اي هتتلبس. جالي ايه تاني، ثواني. جالي البوزيشن بتاع السي اس اف، وان البريطه مش مرتاحه في الايزوتي ما يحطها في الايه، في الاختيارات ما كانش فيها دروزل فكان اخترت السيمز. جالي الاكتيف اسيسمنت، وجالي السؤال. بص الحاجات اللي بقولك عليها دي جايه لي واضحه وصريحه يعني، الكولد ابلكيشنز وقتها قد ايه، الابنيه اللي هي الابسنس اوف بريسنج، وال الريسترين بنفك كل قد ايه. جالي طبعا السؤال الصوره برضو بتاعه الاوبن انترنال فيكسيشن. انا كنت بسمعها دايما في الفيزات اوبن انترنال فليكشن، هي الكلمه مش فليكشن، هي الكلمه فيكسيشن، فاخترتها اوبن انترنال فيكسيشن. جالي اسئله الطلبيه اللي هي بتاعه المانجمنت، ان انا اطلب الافريج، وان انا لو في حاجات جايه ناقصه ابلغ. وجالي السؤال بتاع ان في نقص في الماسكات واحنا في العمليات، فطبعا هدوكومنتيشن عشان ما يحصلش بعد كده. جالي سؤال بقى بتاع النزيف بتاع الانف ده، جاي بيقول لي ان البيشنت دخلت لقيت البيشنت في اماونت اوف بلاد من الناحيه الشمال من الفتحه الشمال بتاعه مناخيره، هتعملي ايه.
كان في الاختيارات، كان الاتنين اللي في بينهم مقارنة يعني، كان في اختيارين ما احناش عارفين منين، وكان في اختيارين بقى، واحد بيقولك ان انت تخلي راس، تنزلي راس العيان لتحت، والتاني بيقول ان انت تعملي سلايد بريجر كده على التب بتاعت النوز. انا اخترت الاولانية دي الصراحة، اللي هي بتاعت البريجر، لان احنا المفروض ان احنا واخدينها بالترتيب اللي هو ان احنا نرفع راسه وبعد كده نضغط، بس ما لقيتش نفع. الاختيارين التانيين ده كان ان انا اقعد احط حاجات في مناخيره عشان اوقف النزيف، وواحد بيقول ان انا اجيب اي ملابس من جنبه عشان اوقف بيها النزيف. الاتنين دول كانوا مش حاس يعني مش صح اصلا. كان جاي بقى بيقول لك ازاي من خلال فهم المساعد الصحي للتيم ورك، هو هيبقى ايه اللي هو فاهمه، او ايه من الجمل اللي جايه دي هو ده اللي هيكون صح يعني، او ده هو ده اللي فهمه. كان في اجابه بتقول لك ان احنا كل واحد يعمل المهمه بتاعته لوحده، لا. وكان في اجابه تانية كده برضو مشابهه. الاجابتين بقى اللي كان في بينهم كلام، ان كان في واحده بيقول لك ان هو وما ذكرني انه يعني التواصل ما بين الفريق، التواصل ما بين الفريق ده بيأثر على الوظائف التانية. وكان في واحدة تانية بتقول ان الريسبونسابيلتي و الكوردينيشن ده بيحسن من اداء الفريق الجماعي. فانا اخترت طبعا المسؤولية، والتعاون بيحسن من اداء الفريق الجماعي. كان في بقى سؤال بيقول لك اي من الاتي، كلمة كده برضو مش فاهم، ما فهمتهاش، محاولش افهمها، وبعد كده مال براكتس. فانا لما لقيت نفسي مش فاهمه الكلمه فقلت انا هبص على الاختيارات. يا جماعه في اسئله فعلا في الامتحان محتاجه تتحل بنظام الاستبعاد، اللي هو لما تلاقي نفسك مش فاهم ما تنحش قدام السؤال، عشان هتلاقي الوقت هو الوقت كويس وحقيقي يعني، هتقدر تحل وتراجع على الاسئله كلها مش بس ان انت معلم عليهم. بس لو انت فضلت متنح قدام كل سؤال، في اسئله كتير هتتنح قدامها، مش عشان انت مش عارفها، علشان انت اللي انتوا كاتبينه ده يا جماعه، تمام؟ فالسؤال ده من الأسئلة دي، أنا فقلت أنا هحل بالاستبعاد. السؤال بيقول إن أي من الآتي كلمة مش مفهومة، تصرف غير صحيح، اللي هو ميل براكتس. فأنا أول حاجة كان أنا ألبس الأي دي بتاع المؤسسة. تاني إجابة كانت الإجابة الصح اللي هي أصلا مش فاهم يعني، ما حلتها. تالت حاجة كان بيقول إن أنا أخد بريك وقت الشغل بعد استئذان الممرضة. والرابع كان إن إحنا نبدل المهام بعد برضو إيه إذن التشارج نيرس. فكانت الإجابة التانية هي الصح، هي كانت حاجة أنا مش فاكراها بصراحة، بس هي أنا حليت إن السؤال ده بنظام الاستبعاد. جالي برضو سؤال بيقول جالي طبعا السؤال بتاع الليفل بتاع الكبيرة، وجالي سؤال الليفل بتاع اليورين باك. بمناسبة الكبيرة، جالي في الامتحان بيقول لي ان انت داخل هتعمل كير للمريض وبتاعه مش عارف ايه شاور وكده، ولاحظت انه في very slightly tumor في الصباع الكبير بتاع رجل المريضة اللي هي فيها القصد. فانا يعني very slightly tumor يعني ورم حاجة بسيطة، طبيعي القصد ان هو هيورم. فبيقول لي ايه بقى، ايه هو البروبر بركوشن اللي انت هتاخده لما تيجي تعمل لها شاور؟ رحت حطيت طبعا بلاستيك باج على القصد. جالي طبعا الحزام للبيشنت صباين. الاسئله بقى اللي هي اللي بتتكرر معتاده، عارفين ان هي بتيجي الحاجات اللي هي البيزكس دي. انا بحاول اجيب لكم الحاجات اللي هي ممكن يبقى شكلها غريب في الامتحان بس اجابتها احنا عارفينها يعني. جالي طبعا الديسمسيف والانتجريتي. وجي بقى سؤال بيقول لي ايه، انه انت المريض سمعك وانت بتطلب اكل من بره، او ان انت يعني جايب حاجه من بره، فالمريض عارف ان انت اليومين الجايين دول مش هتبقى موجود، فعرض عليك وقال لك انت هت يعني ممكن ان انت تساعده في ان هو يجيب حاجات من بره ومش عارف. السؤال ده كان فيه حوالي 3 4 سطور كده، بس فيما معناه يعني انه في الاخر بيقول لك انت لو انت وافقت على اللي المريض عرضه عليك ده، هتبقى انت كده عملت ايه. هتلاقوا في الاختيارات ان انت اخترقت الاخلاقيات يعني. كان جاي لي بيقول لي سؤال، بيقول لي ايه هو الحاجة المناسبة اللي احنا هنعملها، او الارتفاع المناسب اللي انت هتعمله وتحط فيه اليورين باج وانت بتفضيه او انت بتعمله يعني. كان جايب في الاجابات ايه، كان جايب ان انا احطه تحت المثانة 8 انش، كان جايب ان انا احطه في مستوى المثانة، وكان جايب ان انا احطه اقرب ما يكون للارض. والاجابه الرابعه حاجه برضو غبيه كده زي الاجابتين الاولانيين دول، فانا اخترت ان هو اقرب ما يكون للارض.
الموضوع بتاع الكير بقى جاب لي السؤالين بتوع الميل اللي هو سيركل موشن فروم تيب تو بيز، وجاب لي اللي هو بتاع البيت بروتكتور. بس السؤال بتاع البيت بروتكتور ده يعني ما كانش واضح بصراحه، ما كانش انا مش فاكره صيغه السؤال عشان ما افتيش برضه. هو كان قاعد يقول لي ان البريد مش عارفه ماله وفيه ايه، وقعد يلف كده لفه، وفي الاخر قال لي ايه اول حاجه مهمه تعملها قبل ما يعني قبل ما تدي الكير، وراح مدينا 4 اختيارات كده. هي كانت الاجابه ان انا احط البيت بروتكتور. الام ام ار جات لي، جالي السؤال بتاع الكالر كودينج ده، بس ما كانش جايب الإجابة طويلة كده زي ما في المذكرات، هو جايب كلمة color coding بس، وكان معنى السؤال مش فاكر كلام الإنجليزي، بس كان معنى السؤال بيقول إن إيه هي الحاجة من الحاجات الآتية يعني اللي بتسهل علينا إن إحنا نحافظ على الفايلات من الضياع وإن إحنا نلاقيها بسهولة. فهي اخترت، أنا ما كنتش عارفة من الاختيارات أصلا غير color coding ورحت مختارها، بس يعني الحاجات التانية بقى يعني لأ ما لهاش علاقة بالسؤال بصراحة. طبعا الناس كلها بتقول الفويس بتاع الشكر ده اول حاجه، لكن انا اخترت ان هو يكون اخر حاجه. اكيد طبعا ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع ولا تعبكم ولا تعبنا ولا تعب اي حد فعلا بيحاول وبيسعى. ممكن يكون الشخص ما بيعملش اللي عليه ولكنه بيسعى او بيحاول جاهدا رغم ظروفه ورغم شغله ورغم بقى كل الحاجات، ولكن الانسان اللي دايما بيسعى وبيحاول ربنا سبحانه وتعالى والله مش بيسيبه، بالعكس يعني بيقف جنبه جدا. وهتستشعره ده فعلا بقى في وقت الامتحان. موضوع الامتحان ده محدش هيحس بيه ولا حد هيفهمه ولا حد هيقدر يشرحه غير الشخص اللي اتحط في الموضوع ده. الموضوع دي رهبة وكل حاجة، ولكن توترك الزيادة مش هيفيدك بشيء، ولا ان انت تبقي مطبقة عشان تروحي ده برضو هيفيدك في شيء. لا، حاولوا تناموا كويس فعلا قبل الامتحان، تبقوا شايفين ان الامتحان محتاج تركيز قد ما انا مش قد ما انت محتاج ان انت تحفظ الاسئلة. بصوا اللي حفظ الاسئلة هيخش يحس ان هو جاموسة، سوري يعني، سيخش فعلا يحس ان هو ايه ده يا جماعة. لكن لو انت فاهم هتلاقي بقى انه الوقت اللي انت مش بتاخده في الاسئله اللي انت عارفها بيوفر لك وقت للاسئله الغبيه اللي مش مفهومه اللي هم بيحطوها. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني هيجازي مس دعاء ومستر محمد وكل حد بيساعد الناس كل خير. ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو الانسان ما شكرش اللي قدامه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني اكيد مش بينسى للناس بتعمله للناس. يعني مش عارفه اجمع كلامي يا جماعه والله، بس فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم كل خير، وادعوا لي ادعوا لي انجح، عشان والله الانسان محتاج يحس بقليل من النجاح. ربنا يعني ربنا ينجحنا كلنا والله يعني، ويوفق الناس اللي ما توفقتش ويوفق الناس اللي اول مره، وان شاء الله خير. كل الناس اللي لسه هتمتحن برضو ربنا يجازيهم خير. ممكن الفويس ده اصلا ناس كتير تفصله من الاول، ولكن يعني والله كل كلمة في حقيقي يعني انا حاساها فعلا، وربنا يكرمنا كلنا ويوفقنا لكل خير ويرزقنا الجنة. استنى افتكرت سؤال تاني، في سؤال تاني بيقول لك ايه بقى، ان اهل المريض تمام، المريض كان ليه جدول، هو قاعد يقول لي ان المريض ليه جدول، وانا حميته واكلته وشربته ولبسته وعملته بتاعه مش عارف ايه وحميته وخلاص دخلته عشان ينام. المهم ان بعد ما دخلته ينام جاي ناس عايزين تزوره وبتاعه مش عارف ايه وكده، فانا بقى المفروض اعمل ايه؟ بصي انا مش فاكره اختيارات، بس الاختيار اللي انا حسيته صح كان ان انا اعمل ليميت للزيارات دي، علشان ده بيحافظ ان المريض يفضل ماشي على الجدول بتاعه. باقي الاختيارات كانت يعني مش ملهاش علاقه بالموضوع، او مش هي دي مكانها بأمانة يعني. السلام عليكم، مس دعاء، اخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير. حاولت